أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وبين مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا ما هو من ما يدخل في الآية، هذا من عمل الخير. الكلام إن ما أحد يتحمل عنك ذنوبك يوم القيامة، هذا معنى الآية، لا أحد يتحمل عنك ذنوبك يوم القيامة. أما إنكار المنكر فهذا من النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وترك إنكار المنكر من المعصية، ترك إنكار المنكر من المعصية، لكنه بحسب ما يقدر عليه. أما إذا لم ينكر المنكر أبدا ولا بالقلب فهذا معصية والعياذ بالله. نعم.